أنبه عن مسألة وهي سلوان وعزاء لكل من يموت له أبا أو أما أو أخا أو عزيزا. دائما استحضر أمران أو أمرين. الأمر الأول، إذا جاءتك المصيبة تذكر أن أعظم مصيبة أصيبت بها الأمة وأنت منها هو موت إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني، أن هذا قريبك أو والدك أو والدتك أو أخوك أو ابنك، إذا مات على التوحيد فلا تأسى عليه. نعم يصيبنا الحزن للفراق، لكن والله أن العبد الذي يموت على التوحيد ومصليا، والله ما عند الله خير له من الدنيا وما فيها، ولو رأى مقعده في القبر من الجنة وخير أن يعود 5000 سنة لما قبل ذلك. فدائما من يموت له قريب يتذكر هذا. والدك مات، والدتك ماتت، ماتت على التوحيد، مصلية، اجتنبت ما استطاعت من الكبائر، اجتنبت الكبائر ما استطاعت، أقبلت على الله أو أقبل على الله، لا تخاف عليها ولا تخاف عليه. ابنك أخوك ما عند الله تعالى خير له من الدنيا وما فيها.